مساكم الله بكل شيء حلو مثلكم. الميكروفون موجود هني، فالظاهر اني ما راح اقدر اتحرك وايد. صدقكم قبل شهر، اقل من شهر يمكن، انزلت خاصيه جديده بالانستغرام اسمها الريلز. هذه الخاصيه والله اعلم انها نفس الفيديوهات والصور بس بطريقه ابداعيه اكثر. اخي انستغرام يفكرون عدل، وانا امانه تعلقت بالطريقه هذه وحبيتها وايد. وعالم التصوير صاير عباره عن دروس تعليم، دروس تعليم، دروس تعليم. لا احنا المصورين ترى بشر عادي، نحتاج نضحك وننكت ويا بعض، مو لازم تنزل درس معناته شيء له علاقه بالتصوير. منزل رده فعل شنو؟ بندريت تو ابو فله احسن منه. يلا رده فعل، كلمتكم امس بالانستغرام وقلت طرشوا لي طرق تصوير موجوده بالريلز، خلونا نشوفها ويا بعض. شكرا لكل الاشخاص اللي طرشوا لي، وشكرا لكل الاشخاص اللي شافوا ما كان لهم خلق. لا مو شكرا وايد. فاذا نبطل الانستغرام نشوف الناس اللي كانوا يطرشوا لي وقتها. عندنا اختنا هند، هذه زهرة الله الف خير ما قصرت، دزت لي مليون فيديو. زين خلونا نشوف الفكره الاولى. امانه انا ما احب الاغاني الاجنبيه وايد، لذلك يعني ممكن يكون ازعاج. اوكي هذه بسويها، بس ما انا مره سويتها ما ضبطت وياي ما ادري ليش، في مشكله. خلونا نشوف الطريقه الثانيه. لحظه لا 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 لا، هذه طريقتي انا، طريقتي انا، كم ماي باي مكان وصار عندنا انعكاس. زين محمد كمل الفيديو. لا ما كمل الفيديو، طريقتي انا غشاش. اوكي نشوف الفيديو الثالث. اوكي الله اوكي، تبون الصج؟ هذه أنا كل يوم أقول بسويها والحمد لله اليوم قلت أني باكر راح أسويها، بس وايد وايد حلوة. لا لحظة خلونا نوريكم شيء بالفيديو. إضاءة جاية من هني وهني سبيد لايت على الطرف. أنا كان على بالي سبيد لايت هو الأساسية. لا حلوة وايد الفكرة، شكرا هند على الفيديوهات. زهرة من الناس اللي سبحوني وغرقوني فيديوهات، جزاها الله ألف خير. أوكي اوكي ولو اني مو مقتنع. واو اوكي اوكي عجيب 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 عجيب، حلو هذا الفيديو حلو. محمد لا تطلع برا الكاميرا، تحط زجاجة هني على التراب. اوكي واو عجيب. شوفوا بعطيكم درس، لما تصور ردة فعل لازم تقول واو وايد، لازم تبين انك منبهر حتى لو الفيديو شايفه مليون مرة، ولازم تصارخ. لذلك مو لازم اقول لكم قصروا على الصوت. اوكي بنتين في امان يبون يتصورون. اوكي بورتريت مودو، كان المفروض نحط بورتريت مودو. ما فهمت. هذا فنان وايد، شايف انا مليون مره، بس هذه مليون واحد من المشكله. ذكي عاد، وين ربعي يخلونه؟ انا لو ربعي اقول لهم بصور يبدون يضربون ويسحبون علي. يا سلام حلو وايد، اوه ذكي. بورتريت، حب البورتريت. اوكي ليتات حلوه، ليتات ليتات خربته. حلو 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 حلو. الطريقة حلوة وايد، أنا وراي مستقبل لا تخربوا مستقبلي. الطريقة حلوة، الفكرة حلوة، في أشياء ثانية بس يمكن تكون مو حلوة، فاهميني. أوكي هذه خلنا نعطيها لايك. أوكي أعطيناها لايك، خلنا نشوف بعد هذا الفيديو. زين شلون نفخت باللونة؟ لا كذب، لا لا هذه هذه كذب ما تصير. صدق تصير ولا ما تصير هذه؟ لحظة 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 عيد الفيديو. لا في في كذب بالموضوع، حط زيت فوق ماي الماي مدري شنو. اوكي انفخ انعكاس الجامع. في احد جربها؟ انا احس انه كذب. شوف بيصور بحر، حاط ايده يفتح يسكر يفتح يسكر يفتح يسكر. اوكي مو قوية وايد هذي، عادية. اوكي عادية.
هذه اتوقع دعاية حق التلفون. اوكي صح حط ماي. انا حطيت ماي على عدستي، بغت عدستي تتدمر وتخترب. شلون؟ اوكي صوت حطيت ماي على عدستي ولا صار زوم ولا صار شيء، زلقت القطرة وطاحت. احس مرات انه مو لازم نصدق اي شيء بالتيك توك. تيك توك منو؟ بالريلز بالانستغرام. انا شخصيا احس ان هذه يعني خليها ثابته، خلاص كنسل كل نظريات المؤامره اللي سويتها توا. صح كلامه هذه. اوه لا، هذه البنت مو لابسه عدل، سو ما نقدر وايد نحطها عشان ما نكسب ذنوب بعض. نشوف هذا. اوكي حط لزقتين يبرش زين. طلع صورة وردة من جوجل. لا تقول هذا. عجيب، صدقوني اسويها. صدق عندي سرير ولا خسي افر تلفوني كذي اصلا. صدقوني اسويها يعني اسويها. انا اسف امي لاني اصرخ وايد. ها صرخت وايد، لازم اعتذر. شكرا زهراء، شكرا هند. والثالثة لو تلاحظون انتو شيء، الثلاثة اللي طرشوا لي بنات، ولا ولد طرش لي فيديو. ليش انا اخوكم بني جنسكم ما حد ساعدني بشيء؟ حرام طرشوا لي فيديو حلو. وينهم؟ ايوه اول فانز لوكو فريندز. اوكي هؤلاء الاشخاص جيدون يقومون بالتفاعل، لذلك شكرا لهم. اوكي جنطة صغيرة ينزلها يسحبها كذي، احنا كلنا نسحب جناط. اوكي لا مو من صدقك يا جماعه، اذا هذه الدرون رخيصه ابيها، بشتريها ضروري. انا مفلس ترى بس ابي درون. زي الكاميرا وين معلقه؟ عجيب. لا 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 لا، اغاني مراهقين، اغاني مراهقين. قصر. واو كشخه. تدرون شلون سواها؟ اتوقع صور فيديو يلف يوقف يروح البر. اذا ثابته لما يوصل البر يصور نفس اللقطه. ما ادري صراحه. حلقتنا لليوم خلصت، شكرا لكل الاشخاص اللي تفاعلوا. لا تنسى تكتب لنا شيء ايجابي تحت بالتعليقات. خلونا نقرا تعليق ايجابي من الحلقه اللي طافت. تقول اللي اسمها JK20 دوت اندرسكور اندرسكور تقول شيء ايجابي سويت اليوم اني شرحت التوبك برزنتيشن بضمير وما قريتها كالعاده. صح عليك، احب الاشياء اللي تطلع من القلب. تعليق ايجابي جميل. شاركونا التعليقات الايجابيه تحت، اكتب شيء ايجابي سويت اليوم وراح نستعرضه تحت بالتعليقات، على اساس انك تكون مصدر الهام لاخوانك المؤمنين الصالحين الايجابيين الجيدين. اكتب لا تقاطعني، وهي ما منه فايده، روح اكتب تحت الله يخليك. نشوفكم بحلقه ثانيه. كان معاكم محمد الكمالي.